يا مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. نبدا معاكم اسبوع جديد، حلقه جديده السادسه. تحياتي لكل اللي بيتابعونا في حلقه النهارده، والبدايه طبعا مع الازمه الراهنه انجاز التعبير، مصر ومصر واثيوبيا. الحقيقه يمكن كتير من الناس على مدار توابع الزلزال اللي حصل، طبعا خسارتنا من اثيوبيا بنتيجه 2-0، حاله جدل شديده جدا، والكلام عن الاتهامات ومين المسؤول عن اللي وصل ليه حال الكره المصريه و السقطة الكبرى وإلى آخره من عناوين. والحقيقة يمكن أغلب أصابع الاتهام في الوقت ده موجهة للجهاز الفني، كان الله في عون إيهاب جلال طبعا ومعاونيه واتحاد كرة القدم المصرية، وكأن الحل تم اختزاله في رحيل هؤلاء، إقالة سواء كانت أو استقالة. ما أعتقدش أنه ده الحل بأي شكل من الأشكال. أنا مش ضد ولا مع، أنا الحقيقة جاي أطرح على حضراتكم وجهة نظر يمكن تكون يعني عقلة شوية في زمن ردود الأفعال فيه سريعة جدا، وللأسف الشديد جدا في كل الأزمات اللي مرينا بيها في الكرة المصرية كانت ردود الأفعال مرتبطة بحالة الانفعال اللي احنا بنعيش بيها، وبالتالي لم تجدي أو لم تؤتي ثمارها أبدا. على مدار سنين طويلة جربنا ولعبنا كل الألعاب، ما بين المصري وما بين الأجنبي، ما بين البرتغالي وما بين الأرجنتيني والأمريكاني، وللأسف لم يجد المصريين ضلتهم في أي شيء. بالتالي الحقيقه القصه ابدا لم تكن في قصه جهاز فني، ولا يمكن كنت بتناقش مع الزملاء لو قلت لهم مثال، لو تولى المسؤوليه بعد رحيل كارلوس كيروش بيب جوارديولا، ما اعتقدش ان في الامور كان هيبقى فيه جديد. المشكله ليست مشكله جهاز فني، وليست مشكله اتحاد كره قدم، وليست مشكله لاعبين، وليست مشكله جماهير، وليست مشكله اعلام رياضي، وليست مشكله منصات تواصل اجتماعي. المشكله ان كل هؤلاء بيرقصوا على جثة الكرة المصرية وكلهم مشاركون. المشهد الحقيقة اللي وصلنا ليه، المشهد اللي احنا وصلنا ليه، وأرجو إذا كنا احنا بنحط اسم مصر قبل أي شيء فعلا، يعني مش كلامه بس، لو كنا غيورين بجد على مصلحة مصر وعلى مصلحة منتخب مصر وبنقدم المصلحة دي على مصلحتنا احنا الشخصية واستفادتنا الشخصية، ان احنا نبص الأمور بشوية عقلانية. ما حدث في المشهد أو ما وصل إليه المشهد الرياضي شيء الحقيقة لا يرضى ولا يرضي أحدا. ما أعتقدش أن في حد النهاردة راضي على اللي حاصل في الساحة الرياضية على كل المستويات. بص على قنواتنا، بص على استوديوهاتنا التحليلية، بص على صفحات السوشيال ميديا المرتبطة بالرياضة طبعا، وأغلبها طبعا يعني لجان إلكترونية أو صفحات موجهة ومدفوعة الأجر. بص على تصفية الحسابات، بص على مستنقع لا أخلاقيات، بص على كل مستويات التردي اللي وصلت ليها الرياضة المصرية. فبالتالي يعني من الظلم ان احنا نحاسب على يعني على الفاتورة لراجل زي إيهاب جلال ما اشتغلش مع المنتخب غير 7-8 و10 ايام على اقصى تقدير، يعني او يتحملها مجلس الإدارة الحالي لكرة القدم، وإن كان طبعًا ما أقدرش أعفيهم بشكل كامل من المسؤولية، هم يتحملوا بالتأكيد جزء من المسؤولية، وكابتن إيهاب تحديدًا عن مباراة إثيوبيا أتحدث يتحمل جزء كبير من المسؤولية، لكن القصة مش قصة خسارة ماتش في تصفيات أفريقيا، وقصة مش قصة سوء مستوى بتقدمه الكرة المصرية بقالها يمكن أكتر من 12 سنة، القصة قصة منظومة، والقصة قصة غياب نظام، والقصة قصة غياب لوائح، وقصة قصة غياب احترافية في إدارة ملف الكرة المصرية بشكل عام. هو ده اللي وصلنا للمشهد اللي احنا فيه النهاردة، وما تتوقعش على فكرة بالمناسبة إذا ما تغيرت المسؤولية سواء في موقع الجهاز الفني للمنتخب مصر أو حتى في اتحاد كرة القدم إنه يبقى فيه جديد. يعني ما تختزلش الحل في تغيير أشخاص بأشخاص آخرين. الأهم بالنسبة لي إنك تغير منهج بمنهج جديد، إنك تغير فكر بفكر جديد. ما سمعتش في أي لحظة من لحظات الإخفاق في تاريخ الكرة المصرية عن منهج عمل أو رؤية متعلقة بمستقبل مصر 4-5 سنين قدام. الخروج المخزي والمؤلم من تصفيات كأس العالم كنت متوقع إن رد فعله يبقى أفضل من كده، يطلع حد ويقول لنا يا جماعة إحنا أخفقنا في الموضوع ده أو في تحقيق الهدف ده نتيجة لأسباب 1-2-3-4، وعلينا أن احنا نتفاداها بخطة عمل طويلة الأجل تقول لنا احنا هنقدر نوصل لكأس العالم 2026 ازاي. فاتضح أن المشكلة كلها في كارلس كيروش، يمشي الأجنبي وهات المصري، نفس اللعبة اللي بنلعبها بقالنا 10 سنين.
مشي حسام البدري وهات كارلوس كيروش، مشي هيكتور كوبر وهات حسام البدري، مشي برادلي، مشي كيروش، مشي وما بتتحلش وما بتتغيرش.